اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نعمه سعيد بطله رفع الاثقال واللي حصلت على ميداليتين اثنين ذهب واحده فضه في بطوله العالم اللي فاتت في اوزبكستان، واللي كان بعد الايقاف الدولي لمصر. بس خلينا استعرض مع حضراتكم الميداليه، يمكن ده الميداليه الذهبيه اللي حصلت عليها. هي طبعا اخذت ميداليتين ذهب وفضه، وعايزك تشرح لنا الميداليات يا نعمة. يعني اتكلمي، انا هفضل اعرضها، واتكلمي الميداليتين الذهب كانوا في ايه والفضه. انا عايز الضيف هو اللي يقول، اتفضلي. انا واخده اول خطف الميداليه الذهب للخطف، وواخده الفضه للكلين والذهب، الكلين والنطر، والذهب واخده للمجموع في المجموع. طيب نقول الاوزان عشان الناس تبقى عارفه التفوق اللي انت فيها. نعمة ما شاء الله، انت بتلعبي تحت وزن 64 كيلو. شلنا في الخطف كام كيلو؟ شايله 106. 106 كيلو. اللي جت بعد منك التايلانديه، صح؟ جابت كام كيلو؟ انت ليكي ثلاث محاولات، صح؟ بدات 102 104 106 99، صح؟ مش كلامي مظبوط؟ دي الميداليه يا جماعه، حاجه بجد يعني فخمه جدا. انا بجد شفت ميداليات كتير طبعا يعني، بس الميداليه دي بامانه فيها فخامه وعظمه كده، تحس حتى الرفعه بتاعتها او العليه زي ما بنقول حاجه يعني لا شياكه. المهم بالكم بقى الميداليه الاولمبيه بتبقى عامله ازاي. طيب دخلتي ثلاث محاولات، الثلاثه كانوا صح في الخطف. الثلاثه كانوا صح، 102 104 106. طيب التايلانديه اللي كانت، لا 100 104 106 يا قلبك، طلعتي 4 كيلو مره واحده. يعني 4 كيلو يا نعمه ما شاء الله مره واحده في المحاوله الثانيه الاولى، يعني من 100 ل 104. على فكره كنت اجازف اكتر من كده، بس انا كنت الكابتن كان عايزنا نكون قريبه يعني عشان المجموع ما يبعدش. هسالك سؤال واضح وفني، دي ارقامك في التمرين؟ انا في التمرين عامله 105، بس كنت بخسس في الماتش يعني، كان ميزاني عالي فكنت بخسس، فعامله 105 خطف. ده في التمرين؟ طيب يعني قلبك ازاي لما دخلت شلت 106 وانت اصلا في التمرين جايبه 105؟ دي كانت حاجه كويسه وغير وروح. طيب انت 100 104 106 والثلاثه صح الحمد لله، وكانوا محاولات سعيد. طب اللي وراكي اعلى محاوله ليها جابت كام؟ كانت 99. كام؟ 99. 99 يعني احنا بنتكلم في 7 كيلو فرق. 99 ده كتير ما شاء الله. حاولت تشيل محاوله اكتر من 99 وفشلت؟ هي اصلا 99 بتهيألي وقعت منها كمان يعني، فكانت بتخشها يعني هي الناجحه بتاعتها 97. يعني فرق ما شاء الله 8 9 8. يا خبر ابيض، يعني ما شاء الله، ده هيدينا انطباع ان شاء الله كمان ده احنا ايه يعني لسه يعني اول مشاركه وفرق 9 كيلو على اللي بعدينا. 9 كيلو في وزنك كانوا 7 كيلو. يعني هي شالت ال 99 وقعتها وشالتها. فيعني شالتها بصعوبه، قصدك تقول ال 99 شالتها بصعوبه. انت ال 106 اول محاوله، او المحاوله بتاعتك نجحت على طول. هي اول محاوله 105 كانت. طب المسؤولين في الاتحاد الدولي يعني اتعاملت معاهم؟ حد جه حياكي؟ حد كان هناك واحد عربي جه وبسني وقال لي كملي. انبسط منك؟ انبسط منك، حاسس ان انت نجمه او يعني بطله. واحده عربيه، هو كان عربي اصلا، فبالنسبه لي انا عربيه. انهي محاوله دي؟ دي محاوله الكلين 127. كانت دي 132. 132 كيلو. ما احنا نروح بقى للايه؟ للنطر بقى. النطر شلتي قد ايه؟ 132. في النطر كان عملت 127. 127 دي المحاولة الناجحة، شلت حاجة أكتر منه ووقعت؟ دخلت ال 32. 132 بس ما نجحتيش؟ لا ما نطرتهاش. طب بطلة الصين، هي بطلة الصين اللي خدتها صح ولا كده؟ لا مش الصين، كانت تايوان. بطلة تايوان أنا آسف. شرق آسيا كلهم. تايوان شارك كام؟ 35. 135. لا ما شاء الله، ده احنا محتاجين. هي بتعمل كمان، كنت شايفة لها فيديو كانت تعمل 132. 132 هي دخلت وزن أعلى من وزنها. طب هي سنها قد ايه؟ لا هي مولد 99 بتهيألي، هي اكبر مني بكتير. اكبر مني بكتير، يمكن 10 سنين مثلا. لا مش قوي كده، 7 8، هي اكبر مني. احنا جايين ان شاء الله، احنا جايين وهنوريكم. يعني وخلي انت لسه بتلعبي شباب يا نعمة؟ بلعب شباب، عندي بطولة عالم شهر 3 الجاي ان شاء الله. فين؟